شوف بلادي يدعوكم لاكتشاف 30 موقع سياحي خلاب بمنطقة سوس ماسة. من سوس ماسة مرحبا بكم في مدينة تيزنيت اللي بعيدة ب 90 كيلومتر على مدينة أكادير واللي مازال محافظة على أصالتها. ودابا أجيو نتعرفوا على معالم تاريخية ديال المدينة. أول حاجة غتبان لكم كي توصلوا لتيزنيت هو السور الكبير اللي مطوق المدينة واللي كيعكس المعمار الأصيل من ناحية البنية ديال أبراجو والأبواب الكبيرة ديالو. وواحد من هاد البيبان غادي يخرجكم نيشان في الجامع الكبير. هذا هو الجامع الكبير ديال مدينة تيزنيت اللي كيتعتبر من أهم المراكز الدينية والعلمية في سوس ماسة. ما يمكنش نجيو لتيزنيت بلا ما نزورو العين الزرقاء أو عين قديم كيف كيسميوها هنا. العين الزرقاء هي المنبع ديال تيزنيت وهي اللي كانت سبب استقرار الساكنة هنا في أول مرة. ملي نسالو من زيارة العين الزرقاء ما تنساوش تدخلوا لقصبة أغناج اللي جات أونفاس معاها. وإلا كنتو بغيتو تعرفوا أكثر على التاريخ في الدخلة ديال كل معلمة كاينة بطاقة تقنية تعريفية. في الداخل ديال القصبة ما تنساوش تزوروا متحف أغناج اللي فيه مجموعة من النماذج المعمارية لجهة سوس ماسة. البني هنا متقون بحال إلا نيت قديم والواحد إلا جا بحال إلا تسارى المعمار ديال سوس ماسة كله. ولكن هادشي ما كيعنيش أنكم خاصكم تكتشفوا سوس ماسة منطقة بمنطقة. إيوا خاصكم تجيو تزوروا تيزنيت. رحلتنا وصلت نهايتها، نتلاقاكم غدا باش نديكم تعرفوا على حاجة أخرى مشهورة بها المدينة. سلامة. شوف بلادي قدم لكم من طرف المجلس الجهوي سوس ماسة والمجلس الجهوي للسياحة بأكادير.